عن رؤيتي لكل العملاء في الدوحة 2013، كل العملاء وكل الخونة وكل الخوارج، وكان منهم بتوع الجيش الحر دول اللي هم بعد كده بقوا النصرة وبقوا داعش وكذا. داعش بذرتها تم طبخها بإشراف أمريكي في قاعدة العديد مع المخابرات التركية والإسرائيلية. داعش دي عملت كده كطبخة في العديد دي اللي هيطلع منها الطيران الأمريكي عشان يضرب سوريا، ويبقى القطري ابن تميم ابن موزة هو اللي ساهم في ضرب أخوه السوري وتمزيق دولة سوريا. دول أحقر كائنات على الأرض، هؤلاء العملاء اللي بيفكروني بخنفس اللي خان عرابي عشان الاحتلال البريطاني يخش قناة السويس. فدول خنافس، خنافس العرب. أمامهم الرجال الصقور الأسود اللي هم الجيش المصري، الصعقة المصرية، المنسي، أيقونة الجيش المصري. المنسي كل يوم بيبهرنا يا جماعة. هقول لكم حاجة جديدة خالص محدش قالها، حقيقة أنا لما عرفتها قلت لازم أحكيها. المنسي هذا أمير الشهداء المعاصرين، يعني إذا كنا كانوا بيسموا الرفاعي أمير الشهداء في حرب 73 وعبد المنعم رياض أمير الشهداء في حرب الاستنزاف، هذا هو أمير الشهداء في حرب 2017، حرب ضد الإرهاب، محمد المنسي. محمد المنسي كان بيربي كلاب، ركزوا معايا، كلاب إيه؟ أحمد منسي، أنا آسف، أحمد منسي الأسطورة، مش كلاب جولدن ولا بيبي مش عارف ايه ولا بتاع ولا سوسيس ولا لا، ده كان بيربي كلاب الشوارع، كلاب الصحراء، كلاب الشارع، فجابهم ايه جنبه ويأكلهم، فبقوا صحابه وحبايبه. فبقى اقول لكم عمل ما يشبه، طبعا اللي دخل الجيش هيعرف ان فيه كتيبة ثم فصيلة ثم سرية وفصيلة ومجموعات، فعمل شبه سرية او فصيلة صغيرة من الكلاب، ما عملهمش يعني دربهم، لا، ده كل الحكاية انه كان بيقعد معاهم ويأكلهم فقط لا غير. عايز اقول لكم نص الكلاب دي لما احمد منسي مات زعلت عليه وتاهت مشيت كأنها بتبحث عنه، وبقيت بقية. عملوا ايه بقى الكلاب اللي بقيت مع كتيبة الصاعقة 103؟ عملوا حاجة فظيعة، بقوا يحرسوا الناس الجنود اللي في الغفرة ويقفوا معاهم. فواحد من الكلاب شاف وهو ماشي حوالين السكن العسكرية، شاف ارهابي بيدفن الغام، فرجع لمقر السكن العسكرية ينبح بقوة وبشدة، ينبح بقوة، فهم على مدى الليل كله الكلب ده بينبح. المهم فايه، حد من قادة المعسكر قال الله بينبح ليه، فجأة سمعوا انفجار، هو جري وراح شد السلك بتاع اللغم ببقه فانفجر، وكانت الصورة دي اتمزق حتتين. الكلاب التانية بدأت تروح وتشم مناطق الالغام دي، دي كلاب البطل الأسد أحمد منسي الأسطورة. يا سلام، أقول إيه؟ والله العظيم الأرض دي مش بتطرح شهداء، ده حتى الكلب بقى بطل. الكلب بقى بطل ليه؟ لأنه شاف البطولة مجسدة في شهداء وفي أسود وفي ناس واقفة زي الصقر، فتعلم منهم، والكلب هو أوفى الأوفياء.